بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره، وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا، اللهم آمين. قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن ومن كتاب الصيام، قال أبو داود: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قلت: مذهب ابن عباس في هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع، وقد نسخت في الشيخ الذي يطيق الصوم فليس له أن يفطر ويفدي، إلا أن الحامل والمرضع وإن كانت الرخصة قائمة لهما فإنه يلزمهما القضاء مع الإطعام، وإنما لزمهما الإطعام مع القضاء لأنهما يفطران من أجل غيرهما شفقة على الولد وإبقاء عليه. وإذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام وهو إنما رخص له في الإفطار من أجل نفسه، فقد عقل أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام، وهذا على مذهب الشافعي وأحمد، وقد روي ذلك أيضا عن مجاهد. فأما الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم فإنه يطعم ولا قضاء عليه لعجزه، وقد روي ذلك عن أنس وكان يفعل ذلك بعدما أسن وكبر، وهو قول أصحاب الرأي ومذهب الشافعي والأوزاعي. وقال الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي: في الحبلى والمرضع تقضيان ولا تطعمان كالمريض. وكذلك روي عن الحسن وعطاء والنخعي والزهري. وقال مالك بن أنس: في الحبلى هي كالمريض تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا قال أول كتاب الصوم، والصوم في اللغة هو الإمساك. الصوم في اللغة، في لغة العرب، مقصود به أو معناه الإمساك، الكف والإمساك. ولذلك قال الله تعالى في كتابه نقلا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، يعني صوما قصدها صمتا، كفت عن الكلام، أمسكت عن الكلام. فمقصود بالصوم نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، فأمسكت عن الكلام فكفت عنه. وهذا كقول الشاعر، منه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جمة. خيل صيام يعني أنها كفت عن الصهيل، أمسكت عن الصهيل، والعجاج هو الغبار الذي تثير الخيول أثناء حركتها وأثناء مشيها. فالإمساك، الصوم في اللغة الإمساك، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، أو الكف عن المفطرات، عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بصفات مخصوصة. هذا في تفصيل قليل، لكن المشهور الذي ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من الفقهاء في تعريفه أنه إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة، له شروط مخصوصة لا بد من تحققها. وهو واجب الصيام، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، واجب بالكتاب والسنة والإجماع، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية. وقوله تعالى أيضا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكلاهما في سورة البقرة. فمن شهد منكم الشهر رمضان يعني فليصم، هذا أمر وجوب، والأمر عند علماء الأصول للوجوب، وهذا دلالة على وجوبه في كتاب الله تعالى. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما جاء الدليل على ذلك من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، ومنها صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان. والحديث الآخر أيضا الذي في الصحيحين كذلك حديث الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما أوجبه الله عليه، فسأله عن صيام شهر رمضان عن وجوبه، فقال هل علي غيره، هل علي غير صيام، يجب علي صيام آخر غير صيام رمضان؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تتطوع أو تطوع يعني النافلة، صيام النافلة. فهذا الدليل أيضا فيه نص على وجوبه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يجب علي من صيام شهر رمضان؟ هل علي غيره؟ هل يجب علي غيره؟ لا، إلا أن تطوع. فهذان الحديثان في صحيحي الإمامين الجليلين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهما الله تعالى. فهذا الباب الأول وهو باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، يريد هذه الآية وهي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهي الآية 184 الرابعة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان. قال من القائل هنا؟ ابن عباس اللاوراوي الحديث، سمعنا الإسناد الآن وهو إسناد صحيح، لأنه إذا كان في شيء في الإسناد قد ذكرنا أو تبين في المدخل إلى هذه السنن المباركة سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله، أنه قال رحمه الله، وقلنا ذكرنا هذا في كلامه في رسالته إلى أهل مكة، له رسالة مشهورة في وصف سننه، رسالته إلى أهل مكة لما سألوه عن وصف سننه فكتب إليهم رسالته المشهورة، وهي مطبوعة رسالة، كتب لهم رسالته المشهورة في وصف سننه، وهي رسالة مختصرة صغيرة الحجم لكنها كبيرة القدر وكثيرة الفوائد. فقال فيها، فقال في أحاديث كتابه هذا أن أحاديث هذا الكتاب بعضها أصح من بعض، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. وقال قبل ذلك قال ذكرت فيه يعني في هذا الكتاب في كتاب السنة ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه، ذكرت فيه الصحيحة وما يشبهه وما يقاربه، وهو الصحيح والحسن الذي يشبه الصحيح ويقاربه إيش؟ الحديث الحسن، يشبه الصحيح، يشبهه في كونه مقبولا داخلا في نوع المقبول المحتج به. الحسن يشبه الصحيح في ماذا؟ في أنه مندرج في نوع المقبول المحتج به عند علماء الأمة، ويقارب الصحيح أيضا، لأنه الفرق بينهما أن الصحيح هو رواية الثقة الذي في أعلى درجات الضبط، ثقة ضابط ضبطه أعلى درجات الضبط. صاحب أو رواية أو راوي الحسن أو الذي مرتبة الحسن، الراوي الذي حديثه حسن، هذا يكون ضبطه خف ضبطه، لذلك قال ثقة خف ضبطه، يعني نزل عن درجة راوي الصحيح، فلذلك هو مقارب من هذه الناحية، هو مقارب للصحيح. فالمهم إنه الإسناد سمعناه وهو إسناد صحيح، وقد أيضا أخرجه كذلك الإمام البخاري أخرج هذا الحديث أيضا في صحيحه، لكن دون قصة الحبلى والمرضع، ما فيه قصة الحبلى والمرضع.
والمقصود أن هذه الآية التي فيها على أن الدلالة على أن فيها دلالة أو الدليل على أن الذي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة العاجزان الذين المطيقان للصيام أنهما يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، هذه الآية التي دلت على هذا الحكم عند جماهير أهل العلم منسوخ، نسخت، لأن هذا كان في أول الأمر، في أول الإسلام كانوا يخيروا لأنهم الصيام جديد عليهم ويشق الشيء يشق، فكانوا مخيرين في هذا أنهم يصوموا أو يفطروا ويفتدوا يطعموا، لكن هذا الحكم نسخ عند جماهير علماء الإسلام جميعا في القديم والحديث طبعا، إلا عبد الله بن عباس، إلا عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإن يقول هذه الآية يقول ليست منسوخة بل هي محكمة، هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية باقية على حكمها وأنها ليست منسوخة، وهذا فيه توجيه وجه هذا القول لابن عباس رضي الله عنه بكلام طويل مفصل ذكره العلماء ومن أبرزهم أظهرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث في كتابه فتح الباري، فقال بأن توجيه ذلك أنه على قراءة وعلى الذين يطوقونه، يعني أليست على القراءة المشهورة التي نقرأه بها، تقول على القراءة التي استند عليها ابن عباس، فهذا تكون بهذه أن المقصود بها الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان يطيقان الصيام لكن بمشقة شديدة، لكن بمشقة شديدة فلهما أن يفطرا على ما جاء فيه على ما هو مذهبه رحمه الله، لهما أن يفطرا ويطعما مكان كل مسكين، في هذا الحديث الذي عندنا الذي رواه أبو داود وهو أيضا كذلك رواه البخاري رحمه الله في صحيحه. الوجه الآخر في توجيه مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن قصده رحمه الله بأن محكمة وليست منسوخة أنها منسوخة، يعني أنه وافق الجمهور، لأن السيوطي رحمه الله الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه المعروف في التفسير المأثور وهو كتاب الدر المنثور نقل عن ابن أبي حاتم في كتابه الدر المنثور نقل عن الإمام ابن أبي حاتم وعن النحاس في ناسخه كتابه في الناسخ والمنسوخ نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق قول الجماهير، نقل عن ابن عباس ما يوافق قول الجماهير بأن الآية إيش منسوخة كذلك، فإما أن يكون رضي الله عنه قد رجع عن ذلك فوافق الجمهور، رجع عن قوله الأول وأنها محكمة وليست منسوخة، رجع فوافق الجمهور فقال بمن نسخها، أو أن يكون المقصود كما قلت قبل قليل بأن قصده، هذا ذكره أيضا الحافظ في فتح الباري، قصده أنها منسوخة إلا في حق هذين الرجل الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فهي محكمة باقية ليست منسوخة، أما في غيرهما في حق غيرهما فهي منسوخة، المهم أن الذي يعني يوضح هذه المسألة أو يزيل كثيرا من الأخذ والرد والنقاش فيها هو بما نقله السيوطي رحمه الله في تفسيره الدر المنثور عن ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم أيضا له تفسير في التفسير المنثور كذلك، وهذا جمع السيوطي رحمه الله المتأخر جمع هذه التفسيرات التفسير المأثور من الكتب الشهيرة فيه من كتاب ابن جابر الطبري ومن كتاب ابن أبي حاتم ومن كتاب يعني الكتب اعتنى بالكتب التي تفسر بالمأثور بالروايات التي سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عما بعدهم سماه الدر المنثور، فنقل السيوطي رحمه الله عن ابن عباس من طريق ابن أبي حاتم نقله من تفسير ابن أبي حاتم وعن النحاس أيضا في كتابه الناسخ والمنسوخ، يعني يزيل كثيرا من الأخذ والرد والمناقشة التي يعني تطول فيها بما لا طائلة تحتها أو لا فائدة كثير، لا ليس فيه كبير فائدة، المهم أنه كان
مخالفا رضي الله عنه لمذهب الجمهور الذين قالوا بنسخ الآية، وبقي على القول بأنها محكمة كما كان الأمر على الأول، أو أن يقال كما قلنا أنه وافق الجمهور وقال بأنها منسوخة إلا في حق هذين، وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. ثم بقي الكلام على أن كما قال الإمام الخطابي رحمه الله أن مذهبه في هذا أن الرخصة مثبتة للحبلى والمرضع. الحبلى والمرضع، المرأة الحامل والمرأة المرضع، إذا كان خافتا على ولديهما فإنهما يفطران باتفاق علماء الأمة كما نقل ابن قدامة. يعني الاتفاق بين العلماء بالنسبة للحامل المرضع، إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان باتفاق العلماء، باتفاق العلماء تقضيان يعني تفطران وتقضيان. لكن الكلام فيما إذا كان خوفهما على نفسيهما، الكلام الخلاف فيما إذا كانت خافتا على نفسيهما فهل تطعمان تفطران وتقضيان فقط عليهم القضاء فقط من أيام أخر، أو تقضيان وتطعمان؟ هذا الخلاف في هذه المسألة، مسألة الحبل والمرض إذا خافتا على نفسيهما فهل تكتفيان بالقضاء أم أنهما تقضيان وتطعمان. فذكر هنا رحمه الله ذكر الشارح رحمه الله أن الرخصة التي جاءت في هذا الحديث في حديث ابن عباس تدل على أنهما يفطران ويقضيان مع الإطعام، يطعمان كذلك، يطعمان يوما عن كل يوم أفطرتاه. واستظهر على ذلك واستأنس بقوله أنه إذا كان الشيخ يجب عليه الإطعام وهو إنما رخص له في الإفطار من أجل نفسه فقد عقل، يعني من باب أولى أن من ترخص فيه من أجل غيره أولى بالإطعام. إذا كان وضع الشيخ الذي عليه أو الذي رخص له بأن يفطر ويطعم لأجل نفسه لأنه عاجز ما يستطيع، فكذلك في باب أولى الذي كان فطره لأجل غيره مثل الحبلى والمرضع، هذا من باب أولى أن عليها مع القضاء الإطعام، أنه يجب عليها مع القضاء الإطعام. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد، كذلك قال بهذا الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله على إيش؟ على أن الحبلى والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا. لكن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم هذا يطعم ولا قضاء عليه، هذا فرق، يطعم لا قضاء عليه، ليس مثل الحبل أو المرضع، لأن العاجز هو عاجز، يسمى الشيخ الهم الفاني، الشيخ الهم أو الفاني، يقال هم أو يعني فاني، ما يستطيع، لا لا لا, لا أمل أصلا أنه يستطيع في مستقبل أيامه، يعني ليس كالمريض الذي يرجع برؤه، مريض جاء عليه رمضان وهو مريض فلكنه يرجى برؤه بعد ذلك أن يشفى فيقوم فيقضي ما فاته، يقضي هذا المريض ما فاته من صيام الشهر. لكن هذا الشيخ الكبير الهم الفاني هذا لا أمل يرجى بأن يتمكن في مستقبل أيامه بأن يصوم الشهر، فهذا يطعم وليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء لأنه عاجز. وهذا مروي عن أنس رضي الله عنه، قال روي عن أنس، جاء في الحديث أن أنس رضي الله عنه لما أسن، لما كبر وتقدمت به السن وعاجز عن الصيام، فإنه كان رضي الله عنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، لأنه عمر رضي الله عنه تجاوز 100 بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بأن يطول عمره ويكثر ماله وولده ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فعمر وتجاوز 100، فلما كبر عجز عن الصيام فكان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا ما ذهب إليه الإمام
أو الإمامان الشافعي وأحمد. عند الأوزاعي إمام أهل الشام وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والثوري من أئمة أهل الحديث سفيان الثوري وأصحاب الرأي الأحناف، قالوا إيش؟ أن الحبلى والمرضع تقضيان ولا تطعمان مثل المريض، جعلهما كالمريض، عليهما القضاء فقط ليس عليهما إطعام، لأنهما جعل المعضع المرضع والحبلى كالمريض، حكم المريض، فعليهما القضاء فقط دون الإطعام. الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه قال فرق بين الحبلى وبين المرضع، فرق في الحكم بين الحبلى وبين المرضع، فجعل في حق الحبلى، جعل الحبلى الحامل قال هي كالمريض تقضي ولا تطعم، عليها القضاء بدون إطعام. الحبلى عند مالك رحمه الله أنها تقضي ولا تطعم، هي كالمريض جعلها كالمريض، بخلاف المرضع، قال المرضع تقضي وتطعم مع الاثنين. يعني وافق الإمام مالك، وافق الشافعي وأحمد في أحد طرفي أو في أحد المذكورين، فوافقهما في المرضع، فقال أن المرضع تقضي وتطعم. لماذا؟ ما الفرق؟ بس سبب تفق في ذلك؟ القال بأن المرضع، أو قالوا في توجيه هذا أن المرضع لها تستطيع أن ترضع، تستطيع أن تسترضع غيرها، تستطيع أن تسترضع غيرها، وأما الحامل هذا الحمل متصل بها، الحمل متصل بالحامل، وأصبح خوفها على هذا الجنين كأنه خف على عضو من أعضائها، بخلاف المرضع فأصبحت الحامل كالمريض، فلذلك تقضي عند مالك رحمه الله ولا تطعم، ليس عليها الإطعام. ووافق أبا حنيفة رحمه الله، مالك وافقه في جزء أيضا بالنسبة لهذه، أنها بالنسبة للحامل أنها إيش؟ قال أنها تفطر ولا تطعم، ليس على إطعام. عند أبي حنيفة أن الحامل والمرضع كلاهما لا عليهم القضاء وليس عليهما الإطعام، فمالك وافق أبا حنيفة في أن الحامل عليها القضاء دون الإطعام، ووافق الإمامين الشافعي وأحمد في المرضع، في أن المرضع إيش؟ تقضي وتطعم، عليها القضاء والإطعام. وأما إذا هذا كله إذا خافتا على إيش؟ على ولديهما، لكن إذا كان الخوف على النفس فإنها تطعمان وتقضي إذا خافتا على نفسيهما فقط، كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، التفصيل هذا التفصيل مشهور في مذهبه، فإنهما تفطران وتطعمان باتفاق العلماء، هذا ليس الخلافي، الخلاف فيما عداه وهو إذا كان خافتا على ولديهما. نعم. باب الشهر. قال رحمه الله ومن باب الشهر يكون 29. قال أبو داود حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29. قوله أمية إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي لأنه منسوب إلى أمة العرب وكانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال التي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة. وقوله خنس أصبعه أي أضجعها وأخرها عن مقام أخواتها، ويقال للرجل إذا كان مع أصحابه في مسير أو سفر الشهر هكذا عشرة ثم عشرة كم 30، خنس أصبعه يعني إيش؟ أضجعها يعني ثناها هكذا حتى يصبح كم 10 9، واضح هذا 10، الشهر هكذا وهكذا وعشرة عشرة عشرة، في الثالثة خنس أصبعه يعني صارت 9، خنس أضجعها، ولذلك قال هذا يعني يذكرنا أو يعود بنا على القول على ما تميز به الإمام الخطابي الشارح رحمه الله من إمامته في باب اللغة وفي باب غريب الحديث خاصة، وله كتاب شهير في هذا مطبوع، كتاب غريب الحديث
كتاب غريب الحديث من أجل الكتب وأنفعها في هذا الباب، في باب أو في علم غريب الحديث. هذا أحد علوم الحديث، علم الغريب، علم الغريب، الألفاظ الغريبة التي وردت في الأحاديث النبوية. فالمهم أن خنس تكلم عنها في كتابه، هنا تكلم يعني باختصار لأنه هذا يقتضي المقام ذلك، مجرد إيضاح. لكن في كتابه الآخر في غريب الحديث وفي المعاجم اللغة يفصلون القول فيقولون أن خنس يعني تخلف أو رجع. ومنه في السفر لما يتخلف أحد المسافرين عن ركب القافلة، يعني القافلة تقوم بدون هذا المسافر، يقولون خنس عن رفاقه، يعني تأخر عنه. وهذا نفس الشيء، الإصبع تأخر عن الإخوان أصابع الأخرى، نزل عنها فأصبح خانسا، خنس. ومنه سمي الخناس أيضا، الوسواس الخناس، لأنه إيش؟ لأنه يخنس، يعني يفر أو يتراجع أو يتطامن عند ذكر الله عز وجل وعند الاستعاذة به سبحانه منه. نعم. قال رحمه الله: وقوله خنس أصبعه أي أضجعها وأخرها عن مقام أخواتها. ويقال للرجل إذا كان مع أصحابه في مسير أو سفر فتخلف عنهم قد خنس عن أصحابه. خنس عن أصحابه، نعم. وقوله الشهر هكذا يريد أن الشهر قد يكون هكذا، أي 29، وليس يريد أن كل شهر 29، وإنما احتاج إلى بيان ما كان موهوما أن يخفى عليهم، لأن الشهر في العرف وغالب العادة 30، فوجب أن يكون البيان فيه مصروفا إلى النادر دون المعروف منه. المعروف أن الشهر المعروف أنه إيش؟ 30. الشهر المعروف أنه 30، ولكن في ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر أيضا يكون كذلك 29، حتى لا يشك أحد لما يأتي. سيأتي الكلام على النقصان، الشهر ناقص ولا مناقص، وكلام إسحاق ابن راهوي أنكم تقولون تعدون أو تقولون أن الشهر عندكم في العد 30، فإذا كان 29 قلت ناقص، وهذا ليس بصحيح. اعترض عليه الإمام بن إسحاق بن راهوي رحمه الله من أئمة الحديث رحمه الله، يقول هذا ليس بصحيح، لا تقول ناقص، يعني كأنه يقول لا تقول ناقص ولا يصح أن تصفوه بأنه ناقص، بل هو كامل، هو مثل 30، مثل 29 مثل 30 تماما، سواء من ناحية الأجر أو سواء من ناحية الوضع نفسه. الشهر هكذا هو 29، ما هو ناقص، لا ليس نقص، هو بالنسبة للعدد صح. نعم، من ناحية العدد هو صح، كما قالوا في معنى حديث شهر، سيأتي بعد قليل إن شاء الله، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، في معنى هذا الحديث سيأتي مزيد تفصيل لهذا المعنى. لكن المقصود أنه لما كان المشهور 30 بيّن كذلك أن الشهر، حتى يرفع الشك فيما إذا حصل جاء الشهر 29 يوم، الناس قد يحصل عندهم شك أو ريبة أنه كيف هذا 29، كيف صار، فقال الشهر 29. وورد كذلك أيضا في حديث الإيلاء لما آلى صلى الله عليه وسلم، ها، لما اعتزل نساءه شهرا فخرج بعد إيش؟ بعد تمام 29 يوما، بعد 29 يوم، فقيل له في ذلك يعني انك انت آليت شهرا، لأن الحديث انه صلى الله عليه وسلم آلى شهرا، فقالوا لأن استغربوا تعجبوا، فقال صلى الله عليه وسلم، هذا بالحديث الصحيح ايضا في الصحيحين وغيرهما، فقال ان الشهر، حديث ام سلمة رضي الله عنها، ان الشهر يكون 29 يوما، يعني لا تتعجبوا ولا تعترضوا، لأن المتعجب يعترض، لما يتعجب يحمله تعجبه على الاعتراض، لا تتعجب ولا تعترض، لأن الشهر يكون 29 يوما أيضا كما يكون 30. نعم، فوجب أن يكون البيان فيه مصروفا إلى النادر. نعم، النادر اللي هو القليل، 29 إلى النادر، لأن الغالب هو 30، يقول غالب العادة 30، فوجب أن يكون البيان فيه مصروفا إلى النادر دون المعروف منه. نعم، فلو أن رجلا، قال رحمه الله، فلو أن رجلا حلف أو نذر أن يصوم شهرا بعينه فصامه فكان 29 كان بارا في يمين. هذه ثمرة يعني الكون الشهر 30 ولا 29، ثمرته تتضح في مثل هذه المسألة، وهو أن رجلا حلف أن يصوم شهرا أو نذر أن يصوم شهرا، حلف
أن يصوم شهرا، أو نذر أن يصوم شهرا بعينه، شهر محدد، يعني حلف أن يصوم شهر مثلا شهر شعبان أو شهر رجب أو شهر جماد الثاني مثلا، حدد الشهر بعينه، فهذا جاء الشهر الذي حلف أن يصومه أو نذر أن يصومه جاء 29 يوما، 29 يوم، جاء 29 يوما، فهل يكون بارا في يمينه أو يكون حنث؟ حلف، هو حلف أن يصوم شهرا محددا، الشهر المحدد الذي حلف أن يصومه أو نذره جاء 29 يوما، هل يصير بار ولا ما هو بار؟ يصير بار، لأن الشهر، لأنه حدد عين هذا الشهر، وهذا الشهر 29، هذا دليل يؤكد على أن الشهر يكون 29 يوما أيضا، وكامل أيضا، 29 كامل ما في نقص، ليس ناقصا، هذا اصطلاح شائع بين الناس، لكن ينبغي أن يفهم أن هذا ليس صحيحا، يعني النقص الذي يفهم من كلمة النقص لا 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 يصح في حق الشهر، وخاصة لما يكون يأتي رمضان أو ذي الحجة، سيأتي بعد قليل شهر رمضان لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، نعم. لكن قال بعد ذلك، قال ولو حلف لا يصومن شهرا لا بعينه، لا بعينه شهر، قال حلف أن يصوم شهرا فقط بدون أن يعين هذا الشهر، ما لا قال شعبان ولا قال محرم ولا قال، ما حدد الشهر، ما عينه، فلا يصومن شهرا لا بعينه، فإنه في هذه الحالة ما الذي عليه حتى يكون بارا، حتى يبر يمينه، حتى تكون يمينه بارة، في عليه في هذه الحالة أن يتم العدة 30، لأنه هذا الأصل، الأغلب هو 30، لأن هذا الأصل وهو الأغلب، مو لأنه الكامل، ليست لمسألة كمال والنقص، لا يصوم 30 لأنه لموضوع الكمال وموضوع النقص، لا، لأن الأغلب كما قال الشارح رحمه الله، الأغلب في الشهر أنه يكون 30، فعليه إتمام العدة 30 يوما. بعد ذلك ثم بدأ في الحديث مستدل لمن رأى الحكم بالإشارة وإعمال دلالة الإيماء، كمن قال امرأتي طالق وأشار بأصابعه الثلاث، فإنه يلزمه ثلاث تطريقات على الظاهر. هذا استطراد طبعا، وإن كان ليس متعلقا بالصيام، لكن هذا على منهجه وعلى طريقته رحمه الله في الشرح، أنه يأتي بالفوائد التي يراها أو التي يستنبطها من الحديث، حتى ولو لم تكن من 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 يعني من مبحث المبحث الذي نحن بصدده، او من موضوع الباب، وهو موضوع الصيام او حكم الصيام وحكم ايش، وبيان ان الشهر يكون 29 او 30، يكون كما يكون 30 يكون 29. يقول في الحديث مستدل لمن راى، من الذي راى الحكم بالاشاره؟ الحكم باشاره في الطلاق واعمال دلاله الايمان، كمن قال امراتي طالق واشار باصبع الثلاث، واحد قال يعني يريد أن يطلق امرأته، لكن ما تكلم، ما قال لها أنت طالق باللفظ، وإنما قال هكذا أشار بالثلاث. فيقول الشارح الإمام الخطابي رحمه الله، يقول أن في هذا الحديث مستدل لمن رأى الحكم، الذي يرى بأن الطلاق يقع بالإشارة يستدل بهذا الحديث، هذا له مستدله فيه دلالة له. ومن الذي يقول بذلك؟ من الذي يقول بذلك من علماء الأمة؟ المالكية، المشهور في مذهب المالكية أنه القول بأن الطلاق بالإشارة يقع. أما جمهور أهل العلم أن الطلاق بالإشارة لا يقع إلا من الأخرس لأنه ما يستطيع أن ينطق، لا، ما في حل إلا الإشارة فقط، الإشارة المفهمة التي تفهم، إشارة إذا ما تفهم الطلاق ما يقع بها الطلاق. فخالف جمهور أهل العلم عندهم أن الطلاق لا يقع بالإشارة حتى ولو كان مفهما، ما دام أنه ينطق ما يقع بالإشارة، لو قال ثلاثة، لو قال اثنين، لو قال واحدة، ما الطلاق ما يقع بالإشارة عند جمهور أهل العلم، إلا المالكية قالوا بأنه يقع كما يقع من الأخرس يقع من الناطق أيضا. قال وفي هذا الحديث يقول الخطابي رغم أنه ليس مالكيا، لكن يبين المستدل
هذا الحديث يستدل به من يقول بأن الطلاق يقع بالإشارة وهم المالكية، هذا موجود في كتبهم رحمهم الله، هذا في مذهب الإمام مالك، أنه أن الطلاق لو طلق امرأته بالإشارة فإنه يقع طلاقه كالأخرس، مثل الأخرس، لكن جمهور أهل العلم يقولون لا، لا يقع الإشاء، لا يقع الطلاق. جمهور أهل العلم طبعا منهم من الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ومنهم من الجمهور الأئمة الثلاثة وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، عندهم الطلاق لا يقع بالإشارة إلا الأخرس، الأخرس هذا عذر معذور لأنه ما في سبيل آخر، إلا ما ينطق، ما يستطيع النطق، ما يبين عما في نفسه، أما الناطق لا يقع طلاقه بالإشارة عند جمهور أهل العلم بخلاف المالكية. وعنه نعم قال رحمه الله: قال أبو داود حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. شوف، لأن رغم أنه هو لا يقول بذلك، أن الإمام الخطابي ليس مالكي المذهب ولا يقول بهذا، لكنه جاء بالدليل المخالف، جاء بدليل المخالف، قال وفي الحديث مستدل لمن رأى الحكم بالإشارة، يعني هذا الحديث وإن كان في الصيام وإن كان يعني ليس موضوع كما يقول ليس الموضوع الذي نتحدث فيه الآن، لكنه استنبط منه أو دل أو أشار إلى أن هذا الحديث فيه دليل لمن يقول بأن الطلاق يقع بالإشارة مثل من الناطق كالأخرس وهم المالكية، مع أنه هو ليس مالكيا، يعني لو كان مالكيا لا نستغرب ذلك لأنه يشير إلى مذهبه، لكنه ليس مالكيا ومع ذلك ذكر هذا، فرحمه الله وجزاه خيرا، لأن هذه من باب الفائدة، هذه فائدة استفدناها نحن الآن من كلامه رحمه الله، ويعني دل أو كان كلامه بابا أو مفتاحا للكلام على هذه المسألة، وإن كانت ليست متعلقة بالصيام. نعم قال رحمه الله: قال أبو داود حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذلك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال: وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. قوله: غم عليكم من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم. هذا اللفظ غم ورد يعني بألفاظ متعددة في الأحاديث الصحيحة، كل في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، فورد غم عليكم، ها، وورد إيش؟ غبي عليكم، وورد أيضا أغمية وغمة وغبية، كلها وردت في الأحاديث الصحيحة للإشارة إلى عدم القدرة على رؤية الهلال، احتجاب الهلال أو عدم القدرة على رؤية الهلال بسبب الغيم أو القترة. القترة فسرها رحمه الله بقوله: الغبرة في الهواء الحائلة بين أصفار. الغبرة، القترة، الغبرة، الغبار الذي في الهواء الحائل بين الإبصار، بين الأبصار وبين رؤية الهلال. فغبي أو غمي أو أغمي، ما كلها ورد في هذه الألفاظ الحديث. نعم، غمي هذا المرض عندنا، غم عليكم، قال ايش؟ من غممت او غممت الشيء بالتضعيف اذا غطيته، غممت على وزن غطيته فهو مغموم اي مغطى، تقول غطي يعني حيل بيني وبين رؤيته، حيل بيني وبين ان اراه بسبب ايش؟ بسبب سحاب او قطر. السحاب او قطر هو هذا اللي قطر غبار، يعني حين ما يكون في سحاب، لا يوجد سحاب، لكن مع شده كثره الغبار وتكثفه وتجمعه، تجمع ذرات الغبار تصبح كأنها بمنزلة السحاب تغطي السماء، فما
وهذا موجود مشاهد يعني كثير يحصل. فإذا حال دون منظر سحاب وقطر نعم. قال رحمه الله: وقوله فاقدروا له معناه التقدير له بإكمال العدد 30. إذا حصل هذا، إذا حصل أنه في آخر الشهر في ما يريد أن يتحرى، ونريد أن نتحرى هلال رمضان أو هلال شوال، فحصل هذا بين حصل في هذا في آخر يوم في الشهر، متى يتحرى الناس هلال رمضان؟ في آخر يوم مش يعني ليلة 30، أليس كذلك؟ ليلة 30، وكذلك أيضا في هلال شوال. لكن عند التحري أو إرادة التحري حال بينهم وبين الهلال سحاب كثيف أو قطر غبار شديد منعهم من أن يروا، الهلال موجود، ولد الهلال أو ما ولد، موجود أو ما موجود، يمكن رؤيته أو لا يمكن، منعهم من ذلك هذا السحاب أو القطر. فإذا حصل ذلك ما هو العلاج الشرعي أو الحل الشرعي الذي جاء به أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. وقال معنى التقدير، نعم أذكر التقدير، معناه التقدير إكمال له بإكمال العدد 30. اقدروا له عدوا، يعني التقدير معنى اقدروا له عدوا، التقدير فاقدروا له عدوا 30. ها نعم أكمل. يقال: قدرت الشيء أقدره قدرا، بمعنى قدرته تقديرا، ومنه قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وكان بعض أهل العلم يذهب في ذلك غير هذا المذهب ويتأول التقدير الأول. المعنى الأول يعني مرد في مكة فاقدروا له عدة معاني، فسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له بعدة معاني. المعنى الأول هذا وهو الأشهر والأظهر وعليه الأكثر من العلماء أن المقصود العد، عدوا 30 ثم صوموا، عدوا 30 ثم أفطروا، بس حل بسيط سهل، يعني ما يحتاج إلى إشكال وأخذ ورد وكما يحصل كثيرا بدون داعي إلى ذلك. الحل إما أن نرى الهلال يكون صحو، السماء صحو فنراه ليلة 30، أو يحول بيننا وبينه سحاب وقطر ما نستطيع أن نراه، فالحل في هذه الحالة ما هي؟ أن نكمل 30، لأنه الذي يدل على أن المقصود من هنا العد روايات صحيحة واردة بالنص، فأكملوا عدة شعبان 30، واردة أحاديث في الصحيح نصا على أن نكمل شعبان 30، وهذا دليل صريح صحيح على أن المقصود بالتقدير بقوله فاقدروا العد عدوا 30. يعني لذلك قلنا أن الروايات المتعددة للحديث الواحد هذه أهميتها، تأتي أهميتها الروايات المتعددة للحديث الواحد يكمل بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا ويزيل بعضها ما في بعض الآخر من إشكال أو غموض أو نقص. يعني الروايات المتعددة للحديث واحد لها فوائد متعددة تأتي في مثل هذا على سبيل المثال، لأنه هنا فاقدروا له فسرت أو بيّنت أن المقصود بقوله فاقدروا له عدوا 30 الروايات الأخرى التي عند البخاري وعند مسلم أيضا، فأكملوا عدة أو العدة أو عدة شعبان 30 نصا، أكمل ورواية فأكملوا 30 أو شعبان 30 نصا على أن المقصود أن اقدروا له يعني عدوا 30، عدوا 30 ثم صوموا، عدوا 30 ثم أفطروا، ثم أفطروا. وهذا هذا من أحد أبرز فوائد تعدد الروايات للحديث الواحد. نعم، يعني ليست عبثا كثرة الروايات، لما تورد روايات متعددة للحديث الواحد تأتي لها فوائد جليلة وفوائد عظيمة، منها هذا الذي معنا الآن وهو تفسير، لأن هنا اللفظ محتمل، اللفظ محتمل كما سيأتي الآن بعد قليل يذكر له معنى آخر، لكن الذي يرجح المعنى الأول ويقويه ويجعله هو المراد هو هذه الرواية التي في الصحيح التي نصت نصا على أننا نكمل العدة 30، أننا يعني نعد 30 يوما ثم نصوم، نعد 30 يوما ثم نفطر. نعم، قال: وكان بعض أهل العلم، قال رحمه الله، هذا معنى آخر لقدر. نعم، وكان بعض أهل العلم يذهب في ذلك غير هذا المذهب ويتأوله على التقدير له بحساب سير القمر في المنازل،
أيوة يعني هذا يقصد بها قدر الله، يعني تعتمد حساب، حساب سير المنازل، حساب سير المنازل هذا يعني فسره بقدر له من إيش، من حساب سير القمر في المنازل، في منازل القمر اللي هو يعمل به، يعمل به الفلكيون. لكن قال إيش؟ والقول الأول أشبه، والقول الأول أشبه، أشبه بالصواب. القول الأول هو أشبه بالصواب. وقلنا أن الأحاديث الروايات الصحيحة التي في الصحيحين أو في أحدهما وفي غير الصحيحين كذلك، روايات صحيحة في غير الصحيحين رواية صحيحة، دلت على أن المقصود بقول فقدر عدوا 30، عدوا الأيام 30. وهذه سهلة، القضية سهلة. أما قضية حساب احتاج لها إلى خبراء، واحتاج لها أشياء كثيرة ليست في مقدور كل أحد. نعم. قال رحمه الله: والقول الأول أشبه، ألا تراه يقول في رواية أخرى: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثناه جعفر بن نصير الخالدي قال حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هذا هو ساقه بإسناده رحمه الله، وهو من أحاديث الصحيح أيضا، هذا الحديث من أحاديث الصحيح والذي بعده كذلك أيضا، وقد روي ذلك أيضا، لكن هنا روي ليست على بابها، ولم يقصد روي يعني أن حديث ضعيف هنا، لا، هو يقصد هنا مطلق الرواية، مطلق الرواية، لأن الاصطلاح الأشهر والمعروف أنها روية صيغة يسمونها صيغة تمريض أو تضعيف، لكن هنا ليست على بابها، ليست على بابه، إنما مقصود الرواية المطلقة، لأن هذا من أحاديث الصحيح. نعم، وقد روي ذلك، قال رحمه الله: وقد روي ذلك أيضا من طريق ابن عمر، يعني هذا الحديث الذي ذكره قبل بأسناده هو رحمه الله: إذا رأيتم الهلال فصوموا إلى آخره، روي أيضا من طريق ابن عمر، يعني شاهد هنا روي عن، كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا روي من طريق ابن عمر. وقلنا إنه أن الحديث لما يأتي من رواية صحابي آخر يسمى شاهدا، فهذا الحديث الذي سيذكره الآن بإسناده أيضا هو من طريق، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، هو شاهد لحديث أبي هريرة، حديث ابن عمر هنا شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: وقد روي ذلك أيضا من طريق ابن عمر، أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له 30 يوما. قلت: وعلى هذا قول عامة أهل العلم، ويؤكد ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم. هذا من رواية مسلم: فاقدروا له 30، ألفاظ في مع اختلاف باللفظ، لكنها رواية في صحيح مسلم. هذه الرواية التي ذكرها هي من أحاديث صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله، فاقدروا، لكن رواية مسلم: فاقدروا له 30، يعني هنا عندنا: فعدوا له 30 يوما، رواية مسلم: فاقدروا له 30. وهذا دليل أيضا على ما سبق من أن المقصود بالتقدير إيش؟ العد، نعد 30 ثم نصوم رمضان، نعد 30 ثم نفطر إذا فيه بالنسبة لشوال، لهلال شوال، هذا فيما إذا حال بيننا وبين الهلال سحاب أو قطر. قلت الشارح رحمه: على هذا قول عامة أهل العلم، ويؤكد ذلك نهيه عن صوم يوم الشك. وأحكان أحمد، قال رحمه الله: وكان أحمد يقول: إذا لم يرى الهلال 29 من شعبان لعلة في السماء صام الناس، وإن كان صحوا لم يصوموا، اتباعا لمذهب ابن عمر. هذه مسألة أيضا مهمة في هذا الباب، وهي الرواية عن الإمام أحمد في بالنسبة لصيام يوم الغيم، لعندنا يوم الشك وفي عندنا يوم الغيم، وكل واحد منهما له حكم عنده رحمه الله. أما عامة أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم، معظم أهل العلم يقولون بإيش؟ بأنه يوم الصد، معروف أنه منهي عن صيامه، كما في حديث عمار ابن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وسيأتي بعد قليل في بعد بابين يأتي الكلام على صيام يوم الشك، لكن هنا باعتبار أن وجود مسألة الغيم، صيام يوم الغيم
إذا كان اليوم الأخير من شعبان 29 يوم 29 كان غيما واستمر الغيم ما استطعنا أن نرى الهلال بكرة ما ندري هل هو من رمضان أو من شعبان لأنه في غيم فهل نصوم ها هل نصوم ولا نفطر نستمر مفطرين هذه المسألة في مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور أنه يقول لأنه يقول أن يوم الغيم ليس غير يوم الشك الشك يوم الشك له حكم ويوم الغيم له حكم آخر هذا السبب في الخلاف أو في مخالفته رحمه الله لغيره من أهل العلم أنه يقول يوم الشك ليس يوم الغيم ليس يوم الشك هذا يوم الشك حكم معروف لا يخالف فيه لأن وهو أولى الناس باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله بالحديث الصحيح معلوم بل حتى بالحديث الضعيف في كثير من المسائل إذا كان من الذي ينجبر ضعفه المهم عمله بالحديث هذا معروف ومشهور وحتى أنه سمى إمام أهل السنة أو إمام أهل الحديث لكن القضية هنا عنده أنه يقول أن يعني يجزئ أو يفصل قل يوم الشك في يوم شك هذا لا خلاف عنده أو لا يخالف غيره في تحريم صومه يوم الشك لا يصام اليوم الذي هو اليوم الأخير الذي من شعبان يوم الشك نشك هل هو 30 يعني هل 30 هذا 30 شعبان ولا أول يوم من رمضان يوم الشك هذا فهذا لا يصام عنده كغيره لكن بقي يوم الغيم إذا كان في غيم هل هذا يعتبر يوم الشك ولا لا يوم الشك عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه اليوم الذي إيش قال اليوم الذي يحول أولا يحول دونه الغيم هذه واحدة ويرد شهادة ترد شهادته الذي يشهد به ترد شهادته ويتحدث الناس يعني يقول هذه المسألة مبنية عنده على أن الهلال هل هو الهلال الذي في السماء الموجود أو الذي يتحدث به الناس وإن كانوا لم يروه هذا مبني على هذه المسألة الهلال معنى الهلال ما هو المقصود به الاستلال يعني الناس يتحدثون كما يحصل في يوم الشك هذا الهلال الرمضاني يتحدثون الناس يصير في أخذ ورد وتحري وهل هو هلال رمضان وليس هو أم أنه الهلال الذي يوجد في السماء ولو لم يستهلوا أو لم يتكلموا به ولم يروه طبعا لم يتكلموا به ولم يروه فإذا بناء على هذا نقول بأن يوم الغيم عنده رحمه الله ليس كيوم الشك ليس كيوم الشك له حكم آخر ليس كيوم الشك فله حكم آخر فإنه الذي نقله عنه أيضا شيخ الإسلام قال أن الذي رأيته عنه أنه لا يوجبه أن الإمام أحمد لا يوجب صوم يوم الغيم ولكن يستحبه عملا بفعل ابن عمر الذي روى الحديث والذي قال أنه أفسر كأن عمله أن عمل ابن عمر رضي الله عنه الذي روى الحديث هو تفسير للحديث فأولى ما يفسر به الحديث هو الحديث وراوي الحديث ابن عمر فسر هذا الحديث بعمله فكان كما سمعتم الآن أنه كان ماذا يفعل ابن عمر كان إذا كان شعبان 29 نظر له يعني أرسل شخصا ينظر له فإذا رؤية هلال رمضان يعني ليلة 30 فذاك انتهينا خلاص بكرة رمضان غدا رمضان إذا لم يرى الحالة الثانية لم يرى هلال رمضان لكن ما حال دونه دون أن يرى ما حاله دون منظره أو دون رؤيته لم يحل دونه سحاب ولا قطر ففي هذه الحالة ماذا يفعل ابن عمر يصبح مفطرا لأن هذا يوم الشك الآن هذا يوم الشك أليس كذلك لكن إن حال دون منظره سحاب أو قطرة إيش يكون حاله قال أصبح صائما هذا يوم الغيم هذا يوم ولذلك أخذ الإمام أحمد بهذا بفعل ابن عمر رضي الله عنه وكان يستحبه لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي وجدته في كلام الإمام أحمد أنه لا يوجبه ليس صحيحا أنه يوجبه ولكن كان يستحبه اقتداء بالصحابة كفعل ابن عمر وغيره أيضا نقل عن غير ابن عمر من بعض الصحابة كذلك فأصبح صائما قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس هذا بالنسبة للهلال إيش إلى شوال هذا فقط بالنسبة لهلال رمضان في أول رمضان لكن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعل ذلك في هلال
شوال، بل كان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، لا يأخذ بهذا الحساب. فالمقصود أن السبب في مخالفة الإمام أحمد لغيره في هذه المسألة أنه يرى أن يوم الغيم له حكم في عندنا يوم شت، وعند يوم الشت معروف، ويوم غيم هذا كأنه شك مخصوص أو له حكم، لذلك جعله حكما خاصا من يوم الشك العام. فهل يوم الغيم له حكم؟ ولذلك قال أنه إذا حال دون الحلال سحاب أو قطر فيصبح صائما، استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. الذي وجدته في كلامي، يقول شيخ الإسلام الذي وجدته في كلامي أنه يستحبه ولا يوجبه. وهي في رواية عنه ثلاث روايات في المسألة، رواية موافقة للجمهور، لأن يعني الروايات معروف أن عن الإمام أحمد روايات كثيرة تكثر يعني في مذهبه في المسألة، فرويت عنه في هذه المسألة نفسها ثلاث روايات، إحداها وافق فيها الجمهور في أنه حتى هذا اليوم لا يصام، حتى هذا اليوم لا يصام. لكن الذي عليه أكثر أصحابه المشهور عنه والذي قال به أكثر أصحابه أنه يستحب صيامه اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما ومن وافقه. قال رحمه الله: وقوله وكان ابن عمر يفطر مع يعني الناس. هذا المقصود حتى لا يظن أن الإمام أحمد رحمه الله لا يقول بصوم بتحريم صوم يوم الشك، حتى لا يفهم هذا. نعرف أنه يوم الشك عنده له حكم غير حكم يوم الغيم. يوم الشك اللي هو اليوم الأخير الذي يتحرى فيه بدون ما يكون حوائل، ما في حوائل، ممكن أن يرى الهلال. لكن يوم الغيم هذا الذي يحول دون رؤية الهلال إما سحاب أو قطر، هذا له حكم آخر عنده لأنه ورد فيه الأحاديث، فهو اتباعا لما وردت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فسرها ابن عمر بعمله رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه بعمله. نعم. قال رحمه الله: وقوله وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، يريد أنه كان لا يأخذ بهذا الحساب يعني العد 30، هذا بالنسبة فقط لشعبان، أما في رمضان ما يفعل ذلك، لا يأخذ بهذا في رمضان، يعني في بالنسبة لهلال شوال، هذا فقط في شعبان. نعم. احتياطا للصوم. ها. يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر يعني رمضان. يعني يفسر بمعنى ما المقصود بقوله ولا يأخذ بهذا الحساب، يقول أنه يريد أنه كان يفعل هذا الصنيع في شهر شعبان احتياطا للصوم ولا يأخذ بهذا الحساب في شهر رمضان، لا يفطر إلا مع الناس. هذا بالنسبة لشعبان احتياطا للصوم، لأنه يخشى أن يكون هذا اليوم اللي في الغيب أنه كان من رمضان. ولذلك نقل عن بعض الصحابة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لأن أصوم أحب إلي من أفطر يوما من رمضان. نعم. قال رحمه الله: والقترة الغبرة في الهواء الحائلة بين الأبصار وبين رؤية الهلال. طيب. وبعده قال رحمه الله: قال أبو داود حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثه قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. هذا الحديث أيضا إسناده صحيح، وقد أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم رحمه الله كذلك، فهو متفق عليه. أيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه من أصحاب السنن، أخرجه الترمذي وابن ماجه رحمهما الله. وهذا قال ذكر الاختلاف في تأويله، ذكر الأقوال ثلاثة في تأويله. نعم. اختلف في تأويل إيش معنى، ما المقصود بقول شهر عيد لا ينقصان؟ قيل فقال بعضهم معناه يعني قال رحمه الله قلت اختلف الناس في تأويله على وجوه. تأويل يعني تفسير المقصود، ليس المقصود بالتأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره، التأويل ليس المقصود به صرف اللفظ عن ظاهره، ها لا، المقصود بالتأويل هنا تأويل تفسير، يعني تفسير على هذا كتاب الإمام ابن جرير الطبري الذي سماه إيش تفسيره في الذي تفسيره في تفسيره للقرآن الذي سماه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. تأويل يعني تفسير، ليس مقصوده طبعا، ليس المقصود بقوله تأويل يعني صرف اللفظ عن ظاهره، لا،
تأويل يعني تفسير، هذا أحد معاني كلمة التأويل، وهو الرجوع إلى الأول، تأويل يعني رجوع الأول، يعني يبين معنى الكلام. فذكر رحمه الله في تأويله أو في تفسير معناه ثلاثة أقوال، مقصود يعني بحديث شهر عيد لا ينقصان. كيف يعني شهر عيد لا ينقصان؟ قال بعضهم معناه أنهما لا يكونان ناقصاتين في الحكم وإن وجد ناقصين في عدد الحساب. هذا واحد، هذا قول أنهما لا ينقصان في الحكم وإن كان ناقصين في العدد. الثاني معناه لا يكاد يوجدان في سنة واحدة إيش مجتمعين في نقصان، يعني ما يكون رمضان 29 كما نقول نحن ناقص أو كما هو الشائع للصلاح الشائع، ويأتي أيضا للحجة كذلك ناقص، لا يكون ذلك. فإن كان أحدهما 29 يكون الآخر إيش 30، هذا القول. لكن هو يعترض عليه رحمه الله، يقول هذا القول ليس لا يعتمد. قال هذا القول لا يعتمد، لماذا؟ لأن دلالته تتخلف، يعني ما هي مضطردة، هذا الأمر ليس مضطردا. ووجدت كثير مرات اجتمعوا في رمضان 29 والحجة أيضا 29، أو العكس رمضان 30 والحجة أيضا. وإن إلا أن تقول أن الأغلب كذا، إذا قلت قصدك الأغلب أنه إذا كان 29 رمضان معناه الحجة اللي يأتي 30 أو العكس، إذا كان تقصدك الأغلب مع لا بأس، لكن أما كقضية مضطردة ليس هذا معتمدا ولا صحيحا. وقال بعضهم القول الثالث إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر مثل الحجة. طيب هذا بقي هنا، ما علاقة رمضان بهذا؟ مع القول الثالث هذا إنما أراد تفضيل العمل في عشر، لأن عشر ذي الحجة، فيريد أن تقول لا ينقص عن رمضان، رمضان 30 يوم، ما علاقة رمضان بهذا؟ الصحيح الذي ذكره الحافظ في فتح الباري رحمه الله عن ابن المنير، قال هذه الأقوال كلها لا تسلم من اعتراضات، كل هذه الأقوال هذه وغيرها في أقوال أخرى كثيرة لم يذكرها الشارح رحمه الله، لكن من أراد أن يرجع فيه في كتب شرح الحديث في فتح الباري وفي غيره أقوال كثيرة في معنى في بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. الصحيح والراجح أن الذي نقله الحافظ عن ابن المنير رحمه الله أنه قال أن المقصود بهذا أن الشهر من ناحية الحسية العددية وإن كان نقص، لكنه هذا النقص، لكن هذا النقص ينجبر بإيش؟ بأن هذا شهر عيد عظيم، رمضان شهر عيد عظيم، ونسب العيد إلى رمضان لقربه منه. الصحيح أنه لقربه منه، وبعضهم يقول لا لأنه آخر يوم يأتي في آخر يوم يتحرر ويكون ثاني يوم، لا هو لأنه قريب منه بحكم المجاورة، عيد حتى يسمى الناس يسمونه عيد رمضان. فهذا شهر عيد عظيم وكذلك الحجة، فإنه ما لا يكون مما لا يكون في غيرهما. فالنقص العد الحسي من ناحية العدد الذي إن كان أجزنا أن القول بنقصه، قلنا النقص الصحيح أنه ليس بناقص، كما قال إسحاق بن راهويه رحمه الله قال أنتم تقولون 30 العد 30 وإذا جاء 29 قلتم ناقص، وهذا ليس نقصانا، هذا ليس نقصانا، الشهر هكذا هو 29 ليس ناقصا، عدد كذا الذي قصد أراده الله أنه 29 كما أراد 30 أراد هذا 29، ما في نقص ولا شيء. فالمقصود أن إن كان نقص من ناحية الحسية، يعني 30 أمام 29 تحس أن هذا أقل من هذا، هذا النقص الذي هنا منجبر بما إيش بما بأن هذين الشهرين كل واحد منهما شهر عيد عظيم، مما لا يكون فيه من القربات وفيه من الطاعات وفيه من القصائص والفضائل وغير ذلك مما لا يكون في غيرهما، ولذلك هما لا ينقصان ولا ينقص الأجر فيهما، ويدخل في ذلك العمل في عشر الحجة، هذا كله لا بأس يدخل فيه ويدخل فيه في الفضيلة، وهذا في هذا القدر كفاية هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن لا يجعل علم ما علمنا حجة علينا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.